انا كده ده افتح لي ابواب يا رب يا رب الارباب يا الله يا من ليس على بابي بواب الفقراء خلف الباب المساكين خلف الباب الذكارى خلف الباب اليتامى خلف الباب المطرودين خلف الباب التائبون خلف الباب إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم افتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب هيا لنا الأسباب يا رب الأرباب افتح لنا الأبواب لا تحرمنا من الجوع والجماعات يا الله لا تحرمنا من أداء الصلوات يا الله تبنا إليك يا الله رجعنا إليك يا الله ندمنا على ما فعلنا عزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله تبنا إلى الله رجعنا إلى الله سئمنا الصلاة في البيوت لا نريد أن نصلي في البيوت نريد أن نصلي في بيتك فالمساجد بيوت المتقين اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والخيبة بعد الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته دواء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون وأمره بين الكاف والنون وإذا أراد أن يقول شيئاً كن فيكون ردنا إلى المساجد رداً جميلاً يا الله ردنا إلى الجوامع رداً جميلاً يا الله نتوسل إليك يا الله اللهم اكشف عنا هذا البلاء واكشف عنا هذا الداء واكشف عنا هذا البلاء تصيب به من تشاء وتصيبه عمن تشاء واستجب لنا يا إلهي دعواتنا أنت ربنا وأنت رحيم الرحماء اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره وإليه يرجع الأمر كله.